صعدنا بالألف، وقلنا احنا الصعود الحروف الرأسية دايما بتكون أرفع يعني في السمك من الخطوط ايه الأفقية. حب ضائع. وبغض النظر عن المعنى هنشوف ميزان هذه الكلمات. حرف الحاء لو عملنا كده خطين رأسيين هنلاقي هنا في فراغ نقطة، وأسفل حرف هنا في فراغ نقطة. ده ليه؟ علشان هنا في نزول، ثم هذا الجزء بمشي مستقيم وبعد كده ببدأ أنزل تاني. النزول بتاعي الانسلاخ معنى صح بيكون من وسط الحرف، يعني من وسط الحرف. لو بصينا كده هنا هنلاقي هنا الجزئية دي في نقطتين وهنا في نقطتين، يعني حرف الحاء المسافة بتاعتها بتكون ايه 4 نقاط. في الداخل الجزء ده بيشيل لي مقدار ايه مقدار نقطة. بعد كده عملنا حرف الباء. حرف الباء السنة بتاعتها شايفين يا جماعة تكاد تكون ملتصقة في رأس الحاء. حب بقى هنعمل كده خط، هنلاقي هنا الجزئية دي ماشية مع النهاية، وبعد كده بعمل ايه مقدار قطة القلم لأعلى. الجزئية دي بتكون احنا عارفين حرف الباء وشرحنا لكم قبل كده 4 نقاط ل4.5 نقاط. العمق بتاعها هنا بيكون مقدار ايه مقدار نقطة. ولو عملنا خط كده يا جماعة هنلاقي هنا في فراغ بسيط وهنا في فراغ بسيط نتيجة الصعود والدوران. خلي بالك برضو هنا في صعود، فاداني الجزء ده من اسفل عامل زي ايه زي المثلث. نشوف بقى الضائع. هنا في حرف الضاد الجزء ده 3 نقاط، وهنا الجزئية دي في نقطة.
وطبعا احنا عارفين حرف الصاد التقنين بتاعه، وشرحنا معاكم بالتفصيل في البث المباشر عند تصحيح التمارين بتاعت حضراتكم، وخدنا سلم حرف الصاد بالكامل. في الداخل هنا بديني مقدار قطة قلم، وأيضا هنا في صعود سنة الصاد، صعود ثم نزول، يعني عبارة عن هزة قلم. لو عملنا كده خط هنلاقي هنا في عمق مقدار نقطة، والمسافة دي بتكون مقدار نقطتين. صعدنا بالألف، وقلنا احنا الصعود الحروف الرأسية دايما بتكون أرفع يعني في السمك من الخطوط الأفقية. الجزئية دي صعود كده مقدار نقطة بميل، بتكون هنا رفيع وبعد كده عريض. طول الألف ده من البداية للنهاية بيكون 6 نقاط. بعد كده عملنا هنا السنة بتاع الهمزة، هنا بيكون الجزء ده عبارة عن نقطة ونص الارتفاع بتاعها لأنه وراها حرف العين. بعد كده حرف العين يا جماعة بتكون مطموسة، اللي هي العين المنتهية والعين الوسطية. المسافة دي بتكون مقدارها نقطتين. لو عملنا خط رأسي وخط أفق من أسفل هنلاقي هنا الجزئية دي في خروج مقدار نقطة، وهنا أسفل الحرف في مقدار نقطة. وخلي بالك هنا الجزء ده شوف ماشي أفقي، ماشي هنا أفقي، تمام، في نزول خفيف. وطبعا احنا الارتفاع بتاعها بيكون تقريبا مقدار 5 نقاط تقريبا، وبتنتهي لي الجزء الأخير ده بيكون بيكون مدبب. النهاية بتاعتها بتكون رفيعة. وبكده يكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الحلقة من حلقات تحسين الخط العربي، وكتبنا معاكم عبارة حب ضائع. واتمنى من اللي بيتفرجوا معنا ووصلوا معنا الى نهاية هذه الحلقة الضغط على زر اعجاب، وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ونلقاكم على خير مع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي. كان معكم الخطاط محمد الحميلي. شكرا للمشاهدة. عزيزي المشاهد، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية، مع خالص تحياتي محمد الحميلي.